مضرور بزاف وشوفوا لي في هذا الحق ديالي يعطيه لي. انا راه مكرفس بزاف الصراحه. قولي ضرب كرفس ضرب كرفس شرع لي اخويا وكالو تيتخلص. نزل شي عاد تقول لي انا عاوننا فيك عرفتي شهر ديال الكرام ما تيعطينيش. تعاود تقول لي سير سيدي جري طوالك وسير لا عاون سيدي. والله العظيم اللي تنبتها في الزنقه هنا ما ترداش. انا تنبت على النساب ما ترداش وهنا تنبتها في الزنقه. راه مره نبات ومره نغمض ومره هادي راه على قبل بنتي. اما راه تنبات انا في الزنقه راه خصها تنبات انا في الخدام في المارش. ها تنبات تما في المارش. اهلا وسهلا بكم متتبعي قناه نيشا الان. كنتواجدوا بمنطقه الدربيدو بالضبط بحي مولاي رشيد. معنا سي مصطفى نغاش اللي هو وارث من احد الورثه المرحوم نغاش احمد اللي خلى لهم منزل اللي كيتواجد في حي مولاي رشيد بالمجموعه 4. والسي مصطفى نغاش اليوم خارج من المنزل باش نعرفوا السبب ديالو والطرد ديالو. ولادي حكي لينا وحكي لنا كيفاش خرج من المنزل. انا كنت ساكن بخير وعلى قرب من الجوج. كنت ساكن بخير وعلى خير. شحال من عام وانت ساكن في هذيك الدار؟ انا راه ساكن في 1990. انت في 90؟ من 90 1990. وحكي لي كيفاش خرجتي من المنزل؟ انا سيدي سبب انا كنت عايش بخير وانا سيدي قلت لهم باغي نتزوج. نعم. ما بغاوش قالوا لي لا مت. انا قلت لهم سيدي راه وصل لي 50 باغي نتزوج. علاش ما بغاوش يخليوك تزوج؟ ما بغاوش. قال لك لا سيدي ما تزوجش بلاتي باقي عليك الحال. لا ما تزوجش دابا باقي عليك الحال. وانا راه زيد 78 راه كذا 40 عام راه شي 45 عام. 45 عام ومي باقي باقي هذا الحال. قال لك باقي قال لك اسيدي باقي الحال ما تزوجش. انا حتى سيدي انا درت هذاك الشيء اللي في رايي انا. المهم تزوجتي. تزوج ما كاين لا والدي لا والو اللي غيبداو يحكموا عليا. انا نص سيدي تزوجت. نعم. تزوجت اسيدي على سنه الله. راه سولي واحد بنت الناس تلاقيت معاها تزوج فيها. قلنا داك الشيء اللي قسم الله وداك الشيء. نعم. عشنا واحد النهار هذاك بغيت نجيب المحل ما خلونيش. قالوا لي سير سيدي كريتي وياك. واخا سيدي ما بغيتش المشاكل. انا نهار العرس نهار الغد لي جيت سيدي باش ندخل للدار السقرة. قالوا لي لا سير ديها سيدي تزوجتي. سير دي سيدي ديها قلب على راسك. هادو العائلة والخالات وكل شيء دافعوا عليا. قالوا لي لا سيدي انت زيد سيدي تزوجتي. سير انا قلت ما بغيت لا مشاكل لا والو. قلت سيدي يلا درت العسو هادي وباقي فرحان. يلا قلت الناس يلا نمشيو نكريو. جينا سيدي كرينا واحد مدة شي واخا شد ديال الميكرو كرينا شي مدة 4 شهور. نعم 4 شهور وانا كاري. 4 شهور وانا كاري. نط سيدي نادو شي ناس دخلوا وداك الشيء. قلنا نرجعوا للدار الكهرباء شويه تا هو الكهرباء عارف راه بنادم تا هو الله يحسن العون على المارشي تيتكافاش بنادم شويه باش انا تنخدم مع الشاريو في المارشي. كدير الشاريو في المارشي راك عارف مره نصور مره ما نصورش وغادا الوقت. لا صبر الوقت. جا واحد الناس تدخلوا دخلوا دخلوا باش الميكرو دخلوا سيدي. قال لك باش تسكن في الدار ما كاين حتى شي مشكل. مشينا سيدي سكننا في الدار. ما عاوتاني نزاع الصداع والمراه ناض الغوت والمراه تهبش مرتو هي تهبش. ناض سيدي طايفوا معانا ضربوا مع المراه ناض تو جبدوا لي ضربوا معاها ما خلاو ما داروا لها. يعني وقع نزاع. زيت سيدي زيت حوايجي ومشيت كريت صافي. انا خليت المراه ما بقاش باغا تجي تما للدار. قالت لي ما بقاش نمشي معاك. جيت سيدي واحد النهار انا بغيت نهز حوايجي. باش نهز حوايجي ناض لي سيدي يلاه جيت من المارشي دخلت. هو هذا الاخ هذا اللي في الدار. هذا الاخ اللي عندي في الدار حسن هو اللي ساكن في الدار. هو اللي بوحدو ساكن في الدار. جيت سيدي من المارشي دخلت. دخلت بحال هكا تناقشت انا وياه هضره. قلت له ودي على الدار وهذه كيفاش غادي دير معنا شكون وعلاش نسكنوا وهذه. ناض سيدي شفت واحد قلت له تكريتي. قال لي كريتها صافي. ناض النزاع تناقشت انا وياه. بقى معايا في هذا الموضوع. هو ساكن وكرا. لقيت كاريه داخل. قال لي كريت ليها واخا وليت من قال لي كريت ليها. انا ما سوقكش ديال خويا الاخر. دابا هو ساكن في السطح. هو تعطى خويا الساروت وداك اللي في الصحراء. قال لي انت قابل لي هذه عطاه الساروت وحل لي. هو حل السكن في ديالو داك اللي الفوق الاخر هذا اللي في السطح كراها. منين سيدي كراها انا قلت لي سيدي علاش تكريها وحنا مضرورين وجاري علينا. ناض سيدي ناض واحد النزاع بحال هكا تناقشت انا سيدي تنبدل في حوايجي بحال هكا حاشاك تنبدل في حوايجي. ناض سيدي جبد ما عرفتوش انا ما حسيتش به.
كيفاش جبد جنوي دار عندي بحال هكا عاد ليا ها هود عليا كان غادي يقسم لي صراحه كنت غادي نمشي فيها كان غادي يقتلني كان غادي يقتلني منين سيدي كان غادي يضربني العنق لقيت لي ديا جاتني في اليديا طردي اه يا الشيخ هاي العصبه سبعه الغرزات صافي سيدي مشيت سيدي درت لي عليا وبيا وانا اللي درت ليها فوت مشيت درت لي التنازل ناضو الجيران ناضو يعني قلتي تنازل الاخوه حد حد الدنيا والناس تتلفك قلتي ماشي وكل شيء تتلفك انا سيدي ندير التنازل على الله عاد يرجع درت سيدي التنازل نعم قاول لي باش باش ترجع للمنزل باش قاولني باش قال لي غنعاود لك هذا الشيء ونعطيك المسائل والكرا خذو انت وتخلص فيه ملي جيت سيدي نحقق هذا الشيء لقيتو والو سيدي لقيتو ما دار عاد زاد فيه نعم عاد زاد هو كثر بزاف حتى سيدي صافي وليت دابا فين ما تمشي بغى نهز واحد الحوايج حاطهم تما في الصالون تبغي ما تيخلينيش يجبد عليا جنوية كدا بالزرقاء وما تيخلينيش نطلع سيدي يعني واش السيد الاخ دابا بعد سيدي بغيت نجيب حوايجي من الدار نعم بغيت نحل لقيتو بدل عليا القفل هذاك السالوت اللي كان عندي بدل عليا القفل باش ديال المحل ديالي انا ديال الصالون ديالي انا بدلو عليا هوايا بدلو عليا سيدي ما خلانيش كاع ندخل وهددني بجنويه وانا دابا سيدي انا راه خايف لي اللي يعود يضربني يقتلني وانا عندي بنت عندي دريريه هو سيدي انا دابا في المستقر انا راه مستقر سيدي عاد المراه في الدار عاد النساب ملي دخلوني دابا ومولي انا دابا مستقر عاد دابا المنزل ديالك انت كواريث سيدي يا والو وانا تنطلب من المسؤولين والناس يوقفوا معايا والمحاميين والله يجازيهم بخير والناس الله يجازيهم بخير لما يوقفوا معايا في هذه القضيه انا سيدي راه مضرور بزاف وشوفوا لي في هذا الحق ديالي يعطيوه لي انا راه مكرفس بزاف الصراحه قولي راه مكرفس انا مكرفس شرع لي اخويا وكالو تيتخلص نزل شي عاد تقول لي انا عاوني فيك امشي شهر ديال الكرامه ما تيعطينيش تيعاود تقول لي سير سيدي جري طوالك وسير الله يعاوني ما بغاش سيدي يدير معايا تحل بغاش ولا تطمن الناس مسؤولين هما يشوفوا لي هذا الحل هذا الناس مسؤولين الله يجازيهم بخير اللي يشوفوا لي هذا الحل انا راه مكرفص ثاني انا بعد خطرت سيدي والله العظيم اللي تنباتها في الزنقه هنا ما ترضيش انا تنبات على النساب ما ترضيش وانا تنباتها في الزنقه راه مره نبات ومره نغمض ومره هذه راه على قبل بنتي مره تنبات انا في الزنقه راه خطرت تنبات انا في الخدام في المارشي راه تنباتها تما في المارشي وانا عندي حقي في الدار والتني ومسيطر عليها وانا تلبات سيدي في الدار الله يجازيكم بخير لما شوفوا لي هذا الحل الله يرحم لكم الوالدين انا اخويا انا ما بقيتش باغي نرجع عنده انا لا رجعت هذه المره ودابا نولي هذا ضربني قاتلني ولا انا تانا الظريف خذ اللهم سيدي القانون يدير لي حل الله يجازيكم بخير لما شوفوا لي هذا الحل الله يرحم لكم الوالدين